السلام عليكم بعدا وتحية لقناة أشواق، وكنبغي نشكرهم بزاف. أنا فرحانة بزاف وهذه لي تاني مرة كنشارك في مهرجان العيطة، وكنشكر جزيل الشكر للناس اللي كتسهر على السلامة ديال هذا المهرجان والناس اللي كتساندني لي فان ديالي. لا أنا ماشي شيخة من شيوخ العيطة، أنا مغنية شعبية لا علاقة ليا، ولكن كنغني العيطة، ولكن العيطة عندها الناس اللي مختصين بها، وهي ما وقع بيناتنا حتى شي خلاف غير هذيك السيده. نعاود نقولها عاوتاني، نقولها سيري خدي دواك وسيري تنعسي. هذيك السيده اصلا شويه ماشي تلي. المشكل اللي وقع بيناتنا اول ما بديت نغني، وانا اخر وحده اللي غنات ما بين هاد الفنانات كاملين، اول وحده غنات هي سيام السفيويه عاوتاني بنت الحوات اللي ناضت هي. من بعد ما بديت كنغني انا قالت لي غادي تحيدي العبديه. قلت لها علاش غادي نحيد العبديه؟ قالت لي لا غادي ضروري تحيدي العبديه ولا غادي ندعيك انا ديك السميه متقاها. صافي ومن تما بدا الخلاف، بدينا هكا هكا. وهي راه عبده، راه ما ديالي ما ديالها، نوجه نعاود نقولها ثاني، حنا راه حمريات بجوج من الاخر. وغير اسم فني وكبرنا في عبده. كنشكروا الناس ديال عبده، ما بيني وبينها والو، هذيك السيده غير عيرتني، ما عرفتش شنو درت لها. حيتاش انا قلت واحد الكلمه، واش انا كذبت؟ انا ما كنعترفش بشيخه شيخه كدير حزام، ماشي شيخه. انت الا كنتي شيخه سيري غني، اجي وقفي في الحلابه غني ادي، وانت يا فوس وغتقولي لي انا شيخه؟ ما يمكنش يعني. انت وزياد على هادشي كامل، هذيك السيده ماشي شيخه. ونوضح لك واحد الكلمه واحده اخرى، هذيك السيده اصلا كدير شطيح اباحي بزاف، حيت الشيخه اللي كتكون شيخه وثيقه في راسها ما كتهش القفطان تاعنا هنا وكت... علاش علاش هذاك الشيء كامل؟ ليه؟ انا بعدا كنقول للناس اللي اداره الفنانين وهادي، من الاحسن هذيك السيده ضربوا عليها من الساحه الفنيه. العيطه فين وصلتنا؟ علاش اللي فين وصلتنا؟ حنا كابرين في بلاد العيطه، مالا في وصلتنا؟ على دابا وصلتنا هي نسوقوا طوموبيل ونشرو فيلا، غنشرو ان شاء الله ونشرو الطوموبيل وغادي ما عرفتش فين غنوصلوا. ممكن دقه دقه، راه اللي كيبغي يدير البوز بالفلوس راه ديما كيرجع الله وقت. تعرفي هاد القضيه، هاد الناس اللي كتعاودي لي عليهم اكرام العبديه والتراكس شراو البوز، حنا ما كنشروش البوز، حنا نخلو البوز يشرينا. علاش غنشرو الجديد ديالي ان شاء الله؟ واحد الاغنيه شحال قالوا شحال دواء، ومن كلمات والحان سعيد الروماني. شكرا شكرا قناه اشواق.